العربدة والاستفزاز بداية السرقة للأرض. اقتحامات متكررة لقطعان المستوطنين لأراضي بلدة المزرعة الغربية تحت ذريعة أداء صلوات تلمودية. الاقتحام تقدمه جنود الاحتلال لتسهيل دخول المستوطنين وتأمين الحماية لهم، بل أصبح الجيش خدما لأهواء المستوطنين. قرابة 6000 دونم من أراضي البلدة باتت مهددة للمصادرة لصالح الاستيطان في المنطقة وتوسعه، علما أن هذه الأراضي مصنفة جيم، فلا الأرض لهم ولا من الحق اقتحامها، لكن معادلة الغطرسة ومفهوم منطق القوة يقلبان المشهد. فأصحاب الأراضي هنا جاءوا لاستصلاحها وجعلها قبلة سياحية، لكن ذلك ما يحاول إفساده من جاءوا للسلب. كل يوم جمعة الساعة 2 بيجونا هون بيجوا يصلوا، خلكة 20 مستوطن بيجي معهم 1000 جندي حراس عليهم. بيجوا هون كل جمعة بيكلطون، هذا أرض بي وأرض سيلنا، شايف؟ بيجوا يستفزونا، بنيجي احنا وعائلاتنا وأولادنا ونسواننا هون وشو بيجيبهم عنا هون؟ شو لهم عنا؟ المواطنون تحدوا وحاولوا منع الاقتحام، لكن ذلك لم يفلح أمام السلاح والإرهاب والعنصرية. عشرات الإصابات بالرصاص المعدني والغاز المدمع خلال اعتداء الاحتلال على جموع المواطنين، بل حتى الأطقم الطبية طالها نصيب من الاعتداء دون تفرقة، فالجميع أصبح في دائرة الاستهداف. مصور تلفزيون فلسطين نجيب شراونة الذي كان يوثق الانتهاك طاله جانب من اعتداء الاحتلال حينما طارده الجنود بالقنابل الغازية في محاولة لإبعاده ومنع التصوير، فأصيب برضوض وجروح. وطن هنا ومواطنون وليرحل المستوطنون، هو الصراع على الأرض يا سادة. منذ النكبة عام 48 بين المارقين العابرين، وعلى الطرف المقابل أصحاب الأرض والمكان. من أرض قرية المزرعة الغربية شمال غرب محافظة رام الله والبيري، علي ضرعلي، تلفزيون فلسطين.